عقد مؤتمر الوحدة الإسلامية ببريطانيا مؤتمره العاشر تحت شعار الإسلام وحملات التشويه لمناقشة ما يتعرض له دين الله سبحانه من محاولات دؤوبة للتشويش على رسالته السمحة. بعد يومين من الحوارات المستفيضة اختتم المنتدى العاشر للوحدة الإسلامية أعماله في لندن وبمشاركة علماء وباحثين من مختلف الدول الإسلامية الذين استعرضوا سبل توحيد الأمة ومواجهة مؤامرات أعدائها وحملاتهم لتشويه الدين الإسلامي الحنيف. أن البشرية الآن وصفها الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، والذي يحجم هذا الخسران هو أن نذكر بعضنا البعض وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن لم يكن لمثل هذه المؤتمرات المباركة سوى أن نذكر بعضنا البعض ثم ننطلق من هذه المؤتمرات فنذكر إخواننا وأخواتنا لكان ذلك إنجازا كبيرا، حتى نقيم الأوضاع الحالية ونقوم الأمور الخلافية في إطار هذا التواصي بالحق وبالصبر. وكان لابد من معرفة الأسباب التي أدت إلى وصول أوضاع الأمة إلى ما وصلت إليه من سوء. طبعا من أهم الأسباب والمسببات التي تؤدي إلى تمزيق وتشتيت الوحدة الإسلامية هم من وراء الكواليس يعملون، الذين هم يسمونهم بالاستكبار العالمي، الذين هم يخططون في تمزيق الأمة وتشتيت الأسرة الإسلامية كذلك. وتظل مثل هذه المؤتمرات خطوة محمودة في طريق توحيد الأمة، لكنها لم تبدو كافية بنظر بعض المشاركين. وهذه الخطوة جيدة، ولا نريد أن نقلل من أهمية عقد المؤتمرات باسم الوحدة الإسلامية، لكن يا حبذا لو تكون مقرونة بخطوات عملية ولو متواضعة على أرض الواقع. لأنه الآن عندما يرى أي إنسان مسلم الوضع الحالي لأمة الإسلامية وفتن من أكثر من دولة، وعندما يرى ما نناقشه في المؤتمرات هناك فجوة كبيرة بين الاثنين. لا شك بأن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية متعددة ومتنوعة إلى الحد الذي تبدو فيه الوحدة الإسلامية اليوم كالحلم، لكنها ليست بعيدة المنال، وكما قال تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المنتدى العاشر للوحدة الإسلامية اختتم أعماله بإصدار جملة من التوصيات التي تؤكد على أهمية وحدة المسلمين لإحباط مخططات الأعداء التي لا تستهدف حاضر الأمة فقط بل مستقبلها. ساهر عرابي للبحرين اليوم من المنتدى العاشر للوحدة الإسلامية في العاصمة البريطانية لندن.